السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو تاع اليوم راح نتكلم على إعانة الصندوق الوطني للسكن سينال فيما يتعلق بالسكنات الترقوية المدعمة، أي الصيغة الجديدة لهذا النوع من السكنات. النقاط اللي راح نتناولها اليوم، راح نعرفوا هاد الإعانة، صيغ السكنات الترقوية المدعمة، الشروط، والملف الواجب إيداعه. إذن راح يكون هذا هو موضوعنا لليوم، نتمنى الموضوع يفيدكم وهو مواصلة للفيديوهات اللي سبق وضعناها فيما يتعلق بالسكنات والإعانات الممنوحة من طرف الدولة، كما سبق وذكرنا إعانة الممنوحة من طرف صندوق الأفان بوس. اليوم رايحين نتناولوا الجزء الثاني اللي يتعلق بالسينار. إذن هذا هو موضوعنا لليوم، نتمنى هذا الموضوع يفيدكم. كل هذا رايحين توجدوه على قناة المستقبل، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا. شكرا. أولا، يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري. هذا المرقي العقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 0411 المؤرخ في 11 فبراير 2011. وفي هذا السياق يستفيد المرقي من أولا إعانة مباشرة مقدرة ب من 40 حتى 70 مليون دينار جزائري اعتمادا على مستوى دخل المستفيد. إذن أحيانا تكون القيمة 40 مليون، أحيانا تكون القيمة 70 مليون على حسب الدخل تاع الشخص اللي راح حاب ياخد يستفيد من سكن ترقوي مدعم. أيضا إعانة غير مباشرة على شكل تخفيض على تكلفة الأرض. هاد الإعانة راح تكون ثابتة من 80% حتى 95% حسب المناطق المقسمة. يستفيد أيضا من تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك للمستفيدين. كانت هذه النقطة الأولى. الآن رايح نتناولوا صيغ السكن الترقوي المدعم. عفوا، كيفاش رايح تكون السكنات الترقوية المدعمة؟ طبيعة الشقق اللي في هذا النوع من السكنات، هذا هو الشيء اللي رايح نتناولوه في النقطة الثانية. إذن يضم إنجاز السكن الترقوي المدعم شقق من غرفتين F2 أو 3 غرف F3 أو 4 غرف F4 حتى 5 غرف يعني F5. هذه الغرف تكون بصيغة السكن الجماعي. قلنا بصيغة السكن الجماعي لأن رايحين نوضحوا أنه ماشي في جميع المناطق تكون بنفس الجماعية، وإما يكون في شكل شبه جماعي وفردي حسب الموقع المخصص للمشروع. هذا هو الشيء اللي ذكرناه. تقدر تكون هاد السكنات أيضا سكنات جماعية بالنسبة للبلديات التابعة للولايات التالية. لما يتعلق الأمر بالجزائر أو وهران أو عنابة أو قسنطينة تكون سكنات جماعية بالنسبة لها وبالنسبة للبلديات نتاعها. في حين تكون سكنات جماعية وشبه جماعية بالنسبة للبلديات التابعة لولاية الهضاب العليا والمدن الرئيسية في ولايات الجنوب. آخر صيغة تقدر تكون هي سكنات في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة،
على مستوى باقي البلديات التابعة لولايات الجنوب. هذا الشيء أمر بديهي، لأنه طبيعة الأرض مثلا في المناطق الجنوبية ما تسمحش أنه نديرو سكنات جماعية. يعني في المناطق الجنوبية ما رايحينش نقدروا نبنو عمارة ب12 طابق، طبيعة الأرض ما تسمحش بهذا الشيء. لذلك وجدوا صيغة خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب. النقطة اللي رايحين نتناولها الآن هي شروط الاستفادة من هذا النوع من السكنات، وبطبيعة الحال الاستفادة من إعانة الدولة المقدرة اللي تتراوح ما بين 40 إلى 70 مليون سنتيم. رايحين نتفصلوا في الشروط. الشرط الأول هو أن لا يتعدى دخل الزوجين معاً 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، يعني دخل الزوج مع دخل الزوجة إذا كانت عاملة، ما لازمش يفوت 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون. ثاني شرط عدم ملكية مسكن، يعني إذا كان الشخص عنده مسكن راح يفقد الحق في هذا النوع من السكنات. عدم ملكية قطعة أرض صالحة للبناء، نفس الشيء. عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن، يعني لم يسبق للشخص أن استفاد من إعانة الدولة مقبل. عدم استئجار مسكن عمومي إيجاري إلا في حالة إعادته للمؤجر، معناتها هذا ما كانش كاري عند الدولة. إذا كان كاري يقدر يستفاد في حالة واحدة، إذا كان هذاك الإيجار كان رجعه خلاص. كان هذا عن شروط الاستفادة من إعانة الدولة فيما يتعلق بصندوق السيانال. الآن الملف الواجب إيداعه أمام هذه الوكالة أو هذا الصندوق للاستفادة من الإعانة المقدرة ب40 أو 70 مليون. لكن في الملف رايحين نفرقه بين حالتين أو بين شخصين. الشخص لما يتعلق الأمر، الحالة الأولى الملف لما يتعلق الأمر بالمرقي العقاري، الملف الواجب إيداعه من طرف لونتربرونور، والجزء الثاني هو الملف الواجب إيداعه من طرف الأشخاص المكتتبين، يعني الأشخاص اللي رايحين يستفادوا من هذا النوع من السكنات. إذا أول نقطة راح تكون ملف المرقي العقاري الواجب إيداعه أمام الصندوق الوطني للسكن سانال. أولا بطاقة تقنية للمشروع مصادق عليها من طرف مدير السكن للولاية والمرقي العقاري. ثانيا نسخة من عقد ملكية الأرض العقارية. إذا كانت هذه الشروط الأولى للاستفادة، عفوا الملف الواجب إيداعه أمام الصندوق. أيضا قوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم. نسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير. إضافة إلى نسخة من اعتماد المرقي العقاري وشهادة انتسابه إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية سارية الصلاحية. آخر وثيقة يجب إيداعها أمام صندوق الإعانة لما يتعلق الأمر بالمرقي العقاري هي نسخة من السجل التجاري، وكذا بيان الهوية البنكية 51% للمرقي العقاري. كان هذا الملف الواجب إيداعه من طرف المرقي العقاري. الآن رايحين نروحوا للملف الواجب إيداعه من طرف المكتتبين على مستوى صندوق سيانال. رايحين نشيروا النقطة أنه هذا الملف هو اللي ينودعه أمام الدائرة أو أمام البلدية. هذا الملف هو اللي يصعد يطلعوه المصالح البلدية والدائرة، هما اللي يدوه للسيانال، وأحيانا السيانال يطلب منك
وثائق إضافية لتكملة الملف نتاعك عند الضرورة. يعني يقدر يكون أشخاص يطلبوا منهم وثائق أخرى. عندنا استمارة طلب الحصول على إعانة الدولة مصادق عليها، صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، شهادة ميلاد للمكتتب والزوج بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة عائلية للمكتتبين المتزوجين، شهادة عدم الزواج بالنسبة للأشخاص الغير متزوجين يرجع تاريخها إلى أقل من 6 أشهر. يعني شهادة عدم الزواج ما يليق لهاش تكون صادرة فوق 6 أشهر، لازمها تكون جديدة. شهادة عمل مؤرخة بأقل من 6 أشهر بالنسبة للعمال الأجراء. إذن شهادة عمل تقل على ما تفوتش 6 أشهر، أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لما يتعلق الأمر بالنسبة للعمال الغير أجراء. شهادة إقامة مؤرخة بأقل من 6 أشهر. كان هذا حول الملف الواجب إيداعه من طرف الأشخاص المكتتبين أمام صندوق سيانال. الملف ما فيهش غير هاد الوثائق، هاد الوثائق فقط ما يتعلق بالهوية وغيرها، لكن كاين وثائق أخرى راح نذكرها الآن تتعلق بوثائق تبرير الدخل، بمعنى يثبت من خلالها الدخل نتاعه، لأن الدخل نتاعه راح يكون مرتبط بقيمة الإعانة اللي راح ياخدها من طرف الصندوق. أولا في حالة العمال الأجراء، آخر 3 كشوف للراتب الشهري أو كشف الراتب السنوي يتضمن مبالغ الرواتب الخاضعة للضريبة. هذه أول وثيقة. الوثيقة الثانية في حالة العمال الغير أجراء، في هذه الحالة يقدم أمام الصندوق آخر تصريح للضريبة على الدخل حسب الحالة، جي أ أو سيفا أو جي سيكونت. إذن هذه الوثائق بالنسبة للعمال الغير أجراء. إضافة إلى هذا، لما يتعلق الأمر بالمتقاعدين ألزمهم الصندوق بأنهم يقدموا وثيقة أخرى ألا وهي شهادة المعاش. هذه الشهادة يتم استخراجها من طرف الشخص المكتتب من الصندوق الوطني للتقاعد. هذا يعني بأنه حتى الأشخاص اللي راهم متقاعدين عندهم الحق أنهم يستفادوا من هذا النوع من السكنات الدرجة الأولى، ويستفادوا أيضا من إعانة الدولة المقدرة ب 40 أو 70 مليون. أشار أيضا إلى حالة عدم العمل، في هذه الحالة يقدم الشخص شهادة عدم التوظيف، استمارة الصندوق الوطني للسكن مصادق عليها من طرف البلدية. إذا كان المترشح متزوج يجب توفير نفس الوثائق، وثائق المكتتب حسب الحالة، بمعنى إذا كان متزوج نفس الوثائق اللي حطها هو تحطها الزوجة تاعه. دفع أقساط من سعر السكن التقاوي المدعم من طرف المشتري، يعني لازم يكون حتى هو يكون دفع الأقساط القسط الأول باش يقدر يستفاد. يعني الصندوق ما رايحش يدفع كامل قيمة السكن، راح يدفع مبلغ بالربعين حتى السبعين. يتم تسديد سعر السكن الترقاوي المدعم حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز. هذه النقطة تكلمنا عليها بالتفصيل في الفيديو السابق المتعلق بالسكنات الترقاوية المدعمة. إذا كان حبيت التفاصيل تقدر ترجع للفيديو السابق وتشوفها كامل. آخر نقطة ألا وهي الاستفادة. في هذه النقطة رايحين نتناوله موينتا الشخص يستفاد من 40 مليون، وموينتا
الشخص رايح يستفاد من قيمة 70 مليون. إذن يحدد مبلغ الإعانة حسب مستوى الدخل، مقدر ب 70 مليون دينار جزائري عندما يكون دخل الأسرة أقل أو يساوي 4 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون. معناتها إذا كان هذا الشخص الدخل نتاعه أقل ولا يساوي 4 خطرات الدخل الوطني، رايح يستفاد من قيمة 70 مليون. أما إذا كان أكبر 4 مرات أو أقل أو يساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى، هنا في هذه الحالة الشخص رايح يستفاد من 40 مليون سنتيم، بخلاف الحالة الأولى اللي يستفاد ب 70 مليون. إذن كان هذا هو موضوعنا لليوم، نتمنى الموضوع يكون فاتكم وتناولنا جميع النقاط اللي تساعدكم في معرفة طريقة الاستفادة من سكنات الترقوية المدعمة والحصول خاصة على إعانة الدولة المقدرة ب40 إلى 70 مليون سنتيم. كامل هذا الشيء كان على قناة المستقبل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأن القناة راح تتناول عدة مواضيع متعلقة بالسكنات وبالقروض بصفة عامة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد القناة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا وتوضعوا لايك للفيديو. شكرا للجميع.